رد لعاهة مستديمة كمان، ونتنصب عليه في انه اتبلغ بانه هيتركب له بعد حادثة تعرض ليها شرايح ومسامير، واكتشف بان هو ما تركبلوش حاجة. طيب الاتخاذ والاجراءات القانونية ضد القضية هتمشي ازاي؟ محامي المجني عليه هيعرفنا، المجني عليه الاستاذ محمود صابر، وهنشرح بالتفاصيل هو الاجراءات القانونية المتخذة هتمشي ازاي. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ صابر القاسمي المحامي المجني عليه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. احنا محتاجين بقى نعرف من حضرتك القانون هياخد مجراه ازاي، الطريق هنمشي فيه ازاي. قبل ما يعني قبل ما حضرتك تجاوبني، عاوزين نعرف احنا هنقف ازاي قدام الجامعه وقدام المسؤولين، وكمان انا عرفت من حضرتك ان في اتخاذ هيتاخد ضد نقابه الاطباء، هنشرح كل ده بالتفصيل من حضرتك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل شعب مصر، مساء الخير على الدوله المصريه العظيمه التي لا كل دوت جريمه ضد الانسانيه يا جماعه. ان انا اخش المستشفى للاطباء اللي بثق فيهم، الاطباء اللي بديهم حياتي، بسلمهم عمري كله بين ايديهم، بسلمهم روحي يخدروني ويبنجوني ويعملوا لي عمليه، واطلع بعد كده اكتشف انني مصاب بعاهه مستديمه، انني لم يتم وضع المسامير والشرائح التي ابلغت بانها ستركب لي، واخذت تقرير من المستشفى موجه للقوى العامله بيقول ان في اربع مسامير وعمودين تثبيت تم تركيبهم في الفقرات القطنيه. وزارة القوى العاملة تحول المريض إلى الكوميسيون الطبي وهي وهيئة التأمينات لن يتخلى عن هذا المريض في هذه الحالة الإنسانية. لن يتخلى عنك الشعب المصري ولن تتخلى عنك الدولة المصرية، زي ما وقفوا معاك يا عم محمود كعمالة غير منتظمة، وكانوا بيصرفوا لك مرتبات شهرية وبيدوك فلوس عشان خاطر تعيش، كذلك الدولة هتكمل دورها، القضاء المصري هيكمل الدور، حقك هيرجع لك، مفيش حاجة هتروح. انا عندي تقرير صادر. هو حضرتك الاول انت قدمت بلاغ للنائب العام. هقول التقرير اللي بناء عليه قدمنا البيان. تمام. البلاغ عندي مستخرج رسمي صادر من مستشفى جامعه الاسكندريه، المستشفى الرئيسي للجامعه قسم شؤون المرضى. التقرير باسم المريض محمود صابر قبل عطار. تمام. الجهه اللي هيقدم لها التقرير وزاره القوى العامله. يعني الراجل واخد الظروف والتثبيت بواسطة أربع مسامير وعمودين تثبيت خروج ومتابعة بالعيادة الخارجية. تمام. على فكرة التقرير فيه حاجة مهمة جدا بيبين وبيوضح أنه لا مجال للخطأ. تم إعطاء المريض إذن بتاريخ 28/2 راح عشان يجيب بقية أوراقه ويجيب ملابسه عشان يتحجز في المستشفى، فاستأذن منهم عشان يطلع ويرجع. حتى هذا الإذن موجود في التقرير. يعني إذن لا مجال للخطأ، مفيش هنا يعني مش عارف عشان محدش يقول إن إحنا إن في موظف غلط أو في بتاع، لا ده أنا عندي التقرير مدير الشؤون الطبية والعلاجية بالمستشفى الرئيسي الجامعي هو اللي موقع على التقرير يوم 16، والتأمينات قالت له هنكمل لك الإجراءات بإن أنت تروح للكوميسيون الطبي في النقراشة. راح الكوميسيون الطبي، دخل زي أي مريض بيخش عايز يثبت نسبة العجز اللي عنده عشان يتوجه بها للتأمينات ويتوجه بها للقوى العاملة، عشان هو مؤمن أن دولته المصرية لن تتخلى عنه فليلجأ إلى الدولة. فراح يلجأ إلى الدولة، الكوميسيون الطبي شاف التقرير قال له لكن إحنا ما بناخدش بالورق، إحنا هندخلك تعمل إشاعة عشان نثبت الكلام ده، لأن إحنا هنديك تقرير آخر يثبت هذه الحالة وهنثبتها في أوراقنا. تمام. مشكورا الكوميسيون الطبي، وتحية كبيرة جدا لرئيس الكوميسيون الطبي في الأسكندرية في النقراشي، لأنه اكتشف الواقعة لما عمل له الإشاعة. تمام. فدخل عمل له الإشاعة الأولانية، بص ما لقاش مسامير وشرايح. يا ابني ما فيش مسامير وشرايح. قال له اعمل ايه؟ ما فيش. ما هو فعلا هيعمل ايه؟ انا بسلم نفسي للطبيب بتاعي عشان يعالجني، ما اعرفش انه هيغدر بيا. ما يعرفش انه هيغدر بيا ويعمل فيا كده. فامر سيد رئيس الكوميسيون الطبي في الاسكندريه عمل اشاعه اخرى للتاكد، الراجل عايز يتاكد قبل ما يقول ان ما فيش قبل ما يتوجه للاتهام بصفه مباشره. فما لقاش حاجه خالص. قال له طب حضرتك كلمهم قول لهم. قال له لا، دي مسؤوليتك انت، شوف حد محامي معاك يتوجه ويخلص لك المشكله دي. فبناء عليه جالي بالتقرير قال الكلام دوت. طيب يا استاذ محمود لو سمحت عايزين اشاعه. راح عمل الاشاعه، اشاعه ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيش مسامير وما فيش شرايح. فتوجهنا ببلاغ لسياده النائب العام محمد بيه شوقي، حكينا فيه القصه وقلنا ان الناس دي عملت عاهه مستديمه بالراجل، عمل الجرح قطعي،
عرضوا حياته للخطر تحت بنج كلي من اجل تثبيت 4 مسامير وعمودين ولم يتم تثبيتهم. فكده الشرائح وهذه المسامير، اذا في جريمه مال عام، في جريمه نصب على محمود انهم اوهموه بانه تلقى العلاج اللازم وتم تثبيت المسامير والشرائح ولم توجد بعد ذلك هذه المسامير وهذه الشرائح. قصه كبيره جدا، يعني اعتقد انها تتخطى حتى العقوبه الجنائيه وتتخطى الاجراءات الجنائيه اللي احنا بنخطط. الصادر من مستشفى جامعه الاسكندريه، وادي مستشفيات جامعه الاسكندريه، المستشفى الرئيسي الجامعي قسم شؤون المرضى، مستخرج رسمي ومكتوب فيه اسم المجني عليه محمود صابر قطب العطار، موجه للقوى العامله. موجه للقوى العامله للمتابعين والمشاهدين، ده التقرير الطبي الصادر عن جامعه الاسكندريه، مش الكوميسيون الطبي. لا ده مش الكوميسيون الطبي. هو في اتنين ده نسختين، نسختين اصليين، واحده للتامين الصحي وواحده رايحه للقوى العامله. واحده رايحه للتامين الكوميسيون ورايحه واحده للقوى العامله. اتنين اصلي، واحد في القوى العامله وواحد في التامين الصحي اللي في النقراشي. تمام، احنا عشان بس بنفهم اللي بيشوفنا. أيوة. هو ده التقرير ده ايه؟ ومكتوب اهو فيه المريض يعاني من غضروف قطني وجريه عمليه استئصال للغضروف، وان التقرير اهو بالتاريخ وكمان بالدليل من جوه ان اتركب له كذا، واللي الكوميسيون اكتشف انه ما حصلش. بناء على ذلك توجهنا بالشكوى محمود صابر القطب العطار للسيد النائب العام، واللي احالها بدوره مشكورا الى نيابه شرق الكليه. نيابه شرق، وعلى فكره كان اجراءات اسرع ما يكون فعلا، يعني احنا قدمنا العريضه للنائب العام، بعدها ب4 ساعات تحولت الى نيابه شرق الكليه، ثاني يوم الصبح اتحولت لنيابه العطارين الجزئيه. كل الشكر لسياده النائب العام ولرموزنا القضائيه سواء في القاهره او في الاسكندريه اللي هم تولوا اداره هذه الازمه بسرعه وبانجاز، وتم اخذ اقوالي في محضر رسمي في نيابه العطارين الجزئيه لاتخاذ محمود صابر. هي قضيه تمس سمعه اطباء مصر، تمس الثقة الموجودة ما بين المواطن وما بين طبيبه، تمس حالة الرعب والفزع والهلع التي، يعني أنا عن نفسي حاجة لا تتخيل ولا تتصور، يعني واحد داخل يتثبت له 4 مسامير وشريحتين يطلع من غيرهم مفيش أي حاجة خالص، دي مشكلة كبيرة جدا. وأعتقد أن القانون المصري به من الردع العام والخاص لهذه الفئة واليد الآثمة ما يوقف هذه المهزلة. القصة كبيرة جدا. بعد كده اللي حصل للاسف، بكل اسف، وانا حزين جدا جدا ان انا هقول الكلام دوت، لان في مشكله كبيره جدا حصلت امس، ودي احد مستجدات القضيه، ان انا توجهت الى نقابه الاطباء المصريين في دار الحكمه في القصر العيني لتقديم شكوى اطبائها، ولكي تقوم بمعالجه الامر، ولكي تعاون وتساعد بتحويل الاوراق للنيابه العامه. فوجئت ان حاجه غريبه جدا برضو يا جماعه، دي حاجه ثانيه تضاف الى، يعني كده في مهنه الطب بقت مهنه الغرائب، يعني دي حاجه غريبه خالص. فوجئت ان المواطن المصري عندما يلجا الى نقابه الاطباء لتقديم شكوى ضد طبيب عليه ان يدفع مبلغ 700 جنيه.